حياتي وسمعه المكان. ايه يا باشا هاتوها. ليه يا باشا؟ معلش طيب تغير هدومها شويه عشان بصراحه فستان مش بتاعنا، بتاع كوثر بنت خالد. يا حيوان يا حيوان، مش شايف عربيك يا حيوان؟ اهربوا يا جبنة، على وراكم يا جلدان. انا معايا الناس كلها، معايا كل رؤساء شارع الهرم، وهطاردكم شارع شارع، بيت بيت، زنجة زنجة، عنجة عنجة. قولي لي يا حبيبتي، هو ده اللحم الابيض المتوسط؟ انتي اكيد ممسوكه اداب مش كده؟ اهدى، مين دي اللي بتتكلم؟ نور، امال فين اختي الاستاذ احمد السقف؟ يو يو يا بنت جربت انت وهي ايه؟ انتوا فاكريني ايه؟ فاكريني هاي هاي؟ لا ده انا شاله، ده انا ممكن امسح بيكوا السجن ده زنزانه زنزانه، ركن ركن، زنجه زنجه. ليه يا مره منك ليه؟ يسمع من بقك ربنا؟ وزير الداخلية. تعالي يا تعالي، انتوا اللي جابكوا ورايا. لمونا مع الرجلام يا اختي، لمونا مع الرجلام. وانتي فيزي بتاعت شارع الهرم؟ ايوه. ومراسي وراس ليه يا اختي؟ عشان ايه؟ مش عايزه تراسي يا بنت؟ قومي يا بنت راسي يا بنت، الحل وشك شهر. حاضر حاضر، يلا حرامي راسي. خلاص يا اختي اقعدي اتفرجي. يلا طب راسي ماشي اهو. يلا خلي بالك اقعد اهدى كده يا حمص. اقعد اقعد اهدى ازاي من اللواني بس؟ قاعدين زي الولايه كده وزيزي محبوسه. يا حمص ما تقلقش، انا بعت الوادي الليسي يجيب لنا اكبر محامي في امبابه، عنده بتاع 80 سنه كده. يا ابني الليسي عمال اتصل بيه، عمال يقفل السكه في وشي. ما انت عارف يا حمص الليسي عبيط، ما بيعرفش يرد على التليفون. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه من اللواني ده؟ ايه ده؟ انا الليسي في ايه يا؟ مسكت بسجار البانجو. مش مهم انت تروح في داهيه، المحامي فين؟ ما هو بسجاره ولا بسجاره. ده كلام متر. كيف تقول لي يا ابني؟ ده شكل متر. ده شكله اهواجي كده. زيزي خدت اعدام. ما تسيبونيش من اربع حيطان والنبي، مكمل اربع حيطان. ما تخافش اخليهم يعملوا لك اربع حيطان بمنافعهم. ذنبي ايه؟ يلا يا. وجنايتي ايه؟ يلا يا. ذنبي ايه؟ والنبي يا جنايتي قولي لي يا اختي. لا خدها راس، خدها راس اعدام. والنبي قولي لي. اعشموه اعشموه. لا 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 خدوه يا. يلا يا عم.